خير يا دكتور. ليه القلق ده؟ العملية سليمة الحمد لله، هو هيخرج على العناية. مفيش زيارة قبل 3-4 ايام، مفيش داعي خالص لوجودكم هنا دلوقتي. تقدروا تتفضلوا. يعني ايه نتفضل؟ انا لازم اخش اطمن عليه دلوقتي حالا. طلعوها بره. طب اتفضلي انت يا هاني، فعلا مفيش داعي لوجودنا. ما اقدرش. ايه يا مدام، يا مدام يا ريت تهدي، والحمد لله اننا اطمنا عليه. اتفضلي ساعة. اتفضلي وسعك معايا. ادهم، انا مش عايز افكرك بان المبلغ اللي انت خدته ده مش شويه، واي لعب مش هيكون في صالحك. لو صدقت معانا يا ادهم هتشوف ايام ما شفتهاش في احلامك. الشيء الملعون اللي اسمه الفلوس ده بيخلي الدنيا دايما تبقى عند طرف ايدك، تغرف منها وتاخد. ده مخ الضابط. بعد الحادثة حصل تلف في المنطقة دي، علشان يعيش كان لازم ننقله الجزء ده من حد تاني. لحسن حظه طبعا ان اللي جه معاه في الحادثة وتوفى كان جسمه بايظ خالص، بس كان لسه مخه سليم. سيادتك خدتي الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثة. الليمبي؟ يا الحقيقة يا دكتور، المريض اللي عملت له عملية فاق ومبهدل الدنيا. الليمبي ويعمل لجنة الحادثة. حاسس لجنانك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتوره؟ انا اللمبي. مش عارفه انت واخد بنجي نام جمل. البنجي ما بيأثرش فيا. طبعا انت نقلتي له مخ من كيف جاز. انا اللي نقل الحاجه دي لمين؟ ها؟ الشكل ده مش غريب عليا. كهربت المخ زي ده جدا. يعني ايه؟ هينور كمان؟ الله، ده ضمن حظي ده كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتورة. أنا مش عارفة، أنا أول مرة تمر عليا حالة كده. أنا اللمبي، أنا اللمبي. هزعل دماغي هتبص كده حاجة. من قبل ما تبص. اسمعني. رياض باشا فين؟ من ساعة البوم في بعضه ما أعرفش. أنا فاكره لقيت نفسي هنا. أنت مش عارفني؟ أنا اللمبي لما آخر حاجة أخليك تساعد معانا حاجة. أفيدك أنت كمان. والله العظيم أقول الحق، أنا آخر حاجة عملتها معاك نظفت الكمينيهات. الكمينيهات، الكمينيهات يا عم أنت، أنت مش عارفني؟ ده أنت جيت لي في وقتك. الله يخليك. اتفضلي يا دكتور، اتفضلي. طب شوف جوزك عايز حاجة ولا؟ أنا له كوباية ليموناته. هو حضرتك مش واخده بالك من العمليه اللي عملتيها ولا ايه يا دكتوره؟ والله العمليه نجحت، واظن انت شفت مامور السجن بتاعك وهو فايق وبيتكلم. اللي فايق السجين الهربان، مش المامور بتاعنا يا دكتوره. احنا مهمتنا انقاذ المريض، سجين بقى مامور سجن. الفروض مش عندنا، انا شخصيا ما درستهاش في الطب. الحكايه مش بالسهوله اللي بتتكلم بيها دي يا دكتوره. انت عملتي جريمه هتوديكي في 60 داهيه. انت مجنون؟ مجنون. انت خدتي موافقه حد قبل العمليه؟ خدتي موافقه اهل الميت؟ خدتي موافقه اهل رياض باشا؟ والله انقاذ حياه الناس ما فيش استئذان. انت بتجربي في دماغ الناس يا دكتوره، ادي لوحدها نقابيا توقفك عن العمل. اخر المتاجره في الاعضاء. حصلش. حليني على ما تثبتي العكس، تكون سمعتك بقت في الحضيض. وهو الدكتور ايه يا دكتوره غير سمعه؟ للاسف يا دكتوره انت انتهيتي، ومن مصلحتك محدش يعرف حاجة عن اللي حصل ده، وانا من ناحيتي مش هجيب سيرة لحد عشان انا راجل جدع. وانت دكتورة برضو ليك اسمك ومركزك وسمعتك، ومش وشي بهدلة. ولا انت وشي بهدلة؟ الاسم لمبي عبدالله احمد، 24 قضية سرقة لعمه فقط. الحالة الاجتماعية أعزب ويقيم بشقة أحد أصدقائه بالسيدة زينب. يعني الواد ده مقطوع من شجرة وملوش متوى. فرصتك يا آدم. Thank you.
دماغك جامدة دي. الله عطاه شفيت يا الله. انت مين اللي عملتها؟ انت مين اللي انت؟ يا سبحان الله، فجأة كده شفة طارت كده. انا اللي حاسس بس بضرب واحد تاني. مش عارف اتوب، مش عارف اتوب. ايه اللي حصل لك انت سهران؟ حضر لي على السلامة، انت تجد من مراه امتى؟ انت حياتي لمين؟ لسعادتك يا رياض باشا. انا مش رياض، انا لمي. كنت؟ انت قلت مين؟ كنت، انما دلوقتي سعادتك رياض باشا بشحمه ولحمه. فندم! يا عم هو في حد نادى عليك ولا انت بتخوفنا بزورك؟ اما معروف انا لسه كنت قدام المراية في المستشفى دلوقتي، قالوا دخوله في عقلي. انا مين؟ انا مش ناقص بسيطك. عندك حق يا ابني. حاضر. انا شخصيا مش عارف اوصل لك الحكايه دي ازاي. حكايه الموضوع يا ابني. الموضوع ايه؟ حموت ولا ايه؟ يا ريت بس، يا ريت يا ريت تموت تستريح بدري بدري وتريح كل اللي حواليك. الحكايه يا رياض باشا. انا مش زفت رياض. يا ابني افهم، بعد الحادثه جسمك اتعجن وكان لازم يتعمل لك عمليه نقل جسم. نقل جسم؟ نسمع النقل ده عليا نقل خفيف، نقل كليه، انما نقل جسم ازاي؟ ده اللي حصل يا ابني، ده اللي حصل. ما لقيناش الا جسم رياض باشا قدامنا، اضطرينا نحطك جواه. طب هتيجوا تاخدوني امتى؟ نعم بلاش دي، مستغربها قوي دي. يعني اللي بتقوله ده صح؟ بلاش دي، افرض ان انا طاقت في دماغي وحبيت اصحنا، اقلع قدامه ازاي ده؟ ولا يهمك اقلع. اقلع ازاي؟ ده انا مكسوف له، هو اللي هيتعرى مش انا. يا سيدي مالكش دعوه، خلاص انت بقيت هو، هو بقيت انت، يعني انتوا الاثنين واحد. هو سعادتك الضابط اللي عمل العمليه؟ انت بتهزر؟ ده انت عامل كارثه. هي حاجه بسيطه، انت فاهم ايه؟ ده من يوم العمليه والدنيا مقلوبه. مجلس الامن مجتمع، الامم المتحده. مجلس الامن؟ امال ايه؟ والامم المتحده؟ الامم المتحده. يعني ايه يعني خرج من المستشفى وهو في الحاله دي؟ ازاي؟ ما حدش شايفه؟ خد 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 تعال تعال تعال. انت بتهرب؟ بتهرب ليه؟ بتجري ليه؟ ايه مرعوب؟ مرعوب ليه؟ انا فكرك ضابط قاعد في العربيه. ضابط وانت حرامي بتجري؟ يا نهار اسود من اولها. معلش وايه ده؟ انا دي ما حلاش جارك ليه؟ انت اللي مسلمني الجته كده. جته ايه؟ انت بتبص تحت الرقبه اكتر. ما فيش يا سيدي. المهم لازم تفهم ان انت رياض باشا مدير السجن. حاضر، انا رياض باشا مدير السجن ومش بس صح؟ ايوه بس ماليش دعوه بيا انا. رياض باشا بس. ايوه رياض باشا، انا رياض باشا بس كده. وانت هتفضل واقف في السجن تقول يا رياض باشا بس؟ لا بس عشان افتكر. بس عشان افتكر. واذا حد سالنا اقول له رياض باشا بس عشان الظابط الزغنطر ده هو اللي قال لي. اللي هو مين بقى؟ اللي هو انت الظابط الزغنطر. انا الظابط الزغنطر. على العموم اعمل اللي انت عاوز تعمله، المهم اطمن انا هبقى دايما في ظهرك.
أتعب يعني ولا إيه ده؟ لا مش أتعب يعني عشان أراقبك يعني هتلاقيني وراك يا جنبك يعني لا أعرف لك صحت جنبي وراي عشان ما ألف ألقاك ما أضغطش أنا بقى مش مخ هنلعب مساكة يعني عاوز أقول لك اطمن أنا هبقى مراقبك عشان ما تغلطش وانت رياض باشا مدير السجن أنا فهمت؟ انا رياض باشا مدير السجن المدير فجن مدير لا معلش بقى اركب 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 عارف. لا 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 عندهم عباس حمراء يمسوا على الخل كده اهلا يا مدام اهلا يعني ايه رياض يطلع من مستشفى الشغل والله سعادتك هو بنفسه قال لي وصلني على البيت الاول مش كده برضه والله قال طول وصلنا على البيت من المدة دي بعدين عموما يا رياض باشا اتفضل روح انت مع المدام وانا حالاتي النهارده في السجن سجن ايه ومدام مين روح عنهم مين دي دي مراتك الله ده نهار اسود يلا يا رياض ايوه وصلنا حتى بقى ايوه لان مرات انتم انتم بتزيد مننا مكوزه قبل كده مدام فايحة ده مين رياض يلا أيوة. حاضر يا حاج عبا جاي خلاص فايحة اسمها ايه فايحة فايحة ده معاه معطر ضاغر اتفضلي يا مدام يلا فضلك يلا رياض انا عارفه ان انت زعلان مني بس مش معنى كده انك انت تسيب البيت صحيح ممكن اكون غلط بس ده اسم مزيكا ما يستاهلش كل ده رياض انت جوزي وانا اكتر واحده لازم تبقى جنبك بعد العمليه ده واجبي انت ساكت كده ليه هو حضرتك بتكلمني امال بكلم مين انا قصدك عنا كده فكرتك بتكلمني في النوبة عيل انت مال صوتك عامل كده ليه الفنج معصفر الفنج معصر يعني الدكتور قال لي هيقعد بتاع حوالي يعني 9-6 سنين كده يعني ادى انت ساكنه في القناطر الخارجيه يلا بقى استنى ونبى مدمازيل استنى استنى كان ده غويط لا الحمد لله على السلامه انا هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح نعم هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح لا خد الشنطه برضه ايه الشمس اللي منور الدنيا دي الليل اللي هاجم ده مبسوط بطبق او وقفل عمل وقفل تلاجنا كلهم سألوا عليك في المستشفى واحد دول كلهم ليك حق تفتخر بيهم انا نفسي لما بقف قدامهم بحس ان انا I'm so proud اكيد انت كمان so proud of them صح نعم يعني هما اكيد يعني ولود حلال يعني هما مين دول دي العيله يا رياض لا عوي الحمد لله معلش ما خدتش العمليه معلش انا عارف العمليه بالظبط هي العمليه صعب متاثره بيها انا بس انت عارفه يعني فتره هتعدي طب هما يعني هما ملمومين كده ليه ده أنكل مازن تم بقى ده مازن ده أنكل مازن عميد نعم لسه واخد رتبة لواء نصب واحتيال حديد وشايل رتبة ايه؟ نصب واحتيال هو نصب يا لواء سواد يعني طب ومين التاني الوزن ده اللي هو واخد شيكولاتة كتير ده؟ ده أنكل توفيق توفيق؟ لا والله واخد حتة مخدرات يا لهوي والتاني ابو صباع تبشير ده عارف انا ده لما كان بقه بايظ الحمد لله دلوقتي بقى شيل
ادهم بيع التليفون. أنا هعترف، أنا فاضل لي 5 دقايق وهعترف. اثبت. أنت دلوقتي رياض باشا، ولازم تتعامل على إنك رياض باشا. أبوس إيدك، أبوس إيدك. دي لسه معرفانا على عيلة دلوقتي، كلها رتب، فاضل لهم جوز عساكر وإعلان الحرب. أبوس إيدك، تعالى خدني من البلة دي. لو سرقت في أي سؤال اطلع منه بأي حجة، وأنا من نجمة هكون عندك. أنا عايز من نجمة، أنا مستني من نجمة. العزيزة هتطلع تنام ولا زعلان زي عوايدك؟ هو لو حضرتك زعلانة أو متعودة على الزعل يعني، أنا ما أقدرش أرفضك أي طلب يعني، ممكن أزعل يعني. يبقى أكيد لسه زعلان. لا مش لسه زعلان. خلاص. خلاص. لا ما هو ما نحاول. بنوي. 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 إيه بلالين؟ ما يا ما زي يا ما ده يا ما حاجة بقى.